اليوم الخريجين والخريجات الجامعات والمعاهد العليا بمدينه اكادير تيديروا هذه الوقفه هذه امام الاكاديميه ديال التربيه والتكوين بجهه سوس للاحتجاج والتنديد بالقرار الجائر والظالم ديال وزاره التربيه الوطنيه. هذا القرار اللي كيهجم وكي يعني يضرب احد المكتسبات اللي كانت في شروط اجراء المباراه للتعليم السابقه. هذه القرارات كتمثل اولا في تسقيف الترشح سن المترشحين في 30 سنه، ثم كذلك اعتماد الانتقاء على معدلات المحصل عليها للحصول على البكالوريا والاجازه. طبعا هادو كيمثلوا واحد الهجوم، واحد الاعتداء، لانه كيقصي عشرات الالوف من الشباب والشابات المغاربه من حقهم في التباري على واحد مناصب هزيله مقارنه ب يعني الحجم الهائل ديال البطاله ديال الخريجين، ولكن في نفس الوقت هي القوه الوحيده ولا الامل الوحيد اللي ممكن ينتج لهم من هذه البطاله. لهذا هذه الاحتجاجات اللي كاينه هنا وفي باقي المدن المغربيه غايتها المطالبه اولا بالغاء عاجل فوري لهذه القرارات الجائره واعاده الامور لما كانت عليه. المطلب الثاني هو الحق في التشغيل او التعويض على البطاله. القرار الاخير اللي خرجت به اشمل الاخير اللي خرجت به بالليل البارح في وجهي الوزاره انه انتقاء السن عدد سنوات في الجامعه الى غير ذلك كيبين بانني انا ما عنديش الحق. انا خمس شهور وانا كنوجد انا وحده من بين شحال من واحد، خليت خدمه، خليت بزاف د الحوايج، ديك الخدمات اللي معروفين راه حنا عارفين الصالير ديالهم، باش نجي نوجد بين عشيه وضحاها في ليله وحده ما غاديش دوزي الكونكور. انا بحكم السن ما غاديش ندوز، ولكن وحدين اخرين لانه دوز 3 7 5 سنين وست سنين في الجامعه، فين كنتي انت باش عرفتي هو الظروف فاش دوز ديك الجامعه باش كان كيقرا، فين كنتي؟ ما عنده منحه، ما عنده باش يكري، ما عنده باش يعيش، دونك كيضطر قرا واحد العام، واحد العام شال دارهم جاي من اعالي الجبال، ما طليتيش عليه، ما وفرتيش ليه الظروف باش هو ياخذها في 3 سنين. الا كنتو نتوما هاد الجامعات هاد الاجازات الاساسيه اللي غنخرجوا بهم وتعطونا هاد الشروط، سدوا دوك الجامعات بلا ما تضيعوا عليهم الفلوس وتسموهم عليهم، وخلونا حنا باش نعرفوا شنو نختار، ديروا لنا توجيه من الاول، توجيه ما كاينش. انا البدايه ديالي فين قريت؟ قريت في القسم التحضيري والثاني في قسم واحد، الثالث والرابع في قسم واحد ب 50 و60 واحد، ودابا كتفرض عليا شي حوايج تعجيزيه ما كاينينش باش انا نجي نقري لك الاجيال. حنا جينا اليوم امام المقر ديال الاكاديميه اللي كتمثل الوزاره الوصيه احتجاجا على القرار الديكتاتوري، القرار التعسفي في حق ابناء الشعب المغربي وفي حق يعني المعطرين والمعطرات والمجازين واصحاب الشواهد العليا. حنا هذا القرار هذا كنرفضوه جمله وتفصيلا، قرار عشوائي لا علاقه له لا بتجويد التعليم، لا علاقه له لا بالكفاءه، لا علاقه له بحتى شي حاجه. حنا كنرفضوه هذا القرار هذا وما يمكنش لينا نسمحوه يدوز واخا على الجثث ديالنا، لان من اللي كتسد على الشباب التوظيف وكتشد عليه فرص الشغل، اشنو خليتي ليه ما يقول؟ راه صافي سديتي عليه الاكسجين، سديتي عليه الهواء اللي غيستنشق. يعني هذا القرار هذا كيبان لنا مرتجل، ماشي هو هذاك، وقرار مجحف في حق انا كان في حق الشعب، في حق الوطن، في حق التاريخ ديال هذه البلاد هذه. ولا يعقل نسمحوا ونقول هالمغاربه نسمحوا مزيد من هذا الظلم هذا ومزيد من هذه القرارات العشوائيه. اليوم حنا جينا هنا واقفين قدام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين على القرار اللي صدر البارح من طرف السيد الوزير بانه وضع علينا شروط تعجيزيه، ان كاين الانتقاء وكاين عامل السن، وهذا عامل السن راه شرط يعني هو خرق القانون ديال التشغيل في الوظيفه العموميه، لان القانون كيقول باللي ان السن خاصو الحد الاقصى هو 45. اما بالانتقاء واش هو ضامن ان ذاك الموجات اللي جايب حاصل على ذاك الكاطونه ب10 واش يقارنوا مع واحد في علوم التربيه؟ شكون هو اللي عنده الكفاءه؟ يعني اللي قرا في الجامعه راه هو اللي تحك، هو اللي قرا وعنده التخصص ومتملك فيه. اما علوم التربيه راه ممكن احنا الناس نقراوها في المراكز ونكونوا احسن من دوك اللي شادينها في الرباط في مدارس ديال التربيه والتكوين. راه عيب وحشومه هادشي اللي داروا فينا. راه الناس هنا راه كاين اللي واصل 40 سنه ومازال هو كيحلم بهاد الوظيفه، راه حشومه بزاف، عيب وعار. لان حتى ولو
تم الغاء هذه الانتقاء، وحتى ولو تم ازاله هذا السقف ديال الانسانه فتشغيل 15000 لا يمثل الا حبه الرمل في صحراء هائله ديال البطاله اللي كتسحق الشباب المغربي والشابات المغربيات. والدوله اليوم في الاعلام ديالها كتهضر على الحمايه الاجتماعيه الشامله، كتقصي اهم شيء في هذا المجتمع واللي هو خطر، اللي هو مئات الالاف ديال الشباب المغربي اللي ما عندهم حتى دخل، دخلهم اليومي صفر درهم، واللي كيعيشوا على الاسر ديالهم وعلى الاصدقاء. هذه المأساه لا يمكن ان تستمر، خاص الدوله تتحمل مسؤوليتها في تشغيل هاد الشباب، او ان تتحمل مسؤوليتها في تعويضهم على البطاله اللي كيعانيوا منها. وهذا الشيء علاش مجتمعين هنايا وفي مدن اخرى، وستستمر المعركه حتى تحقق هاد المطالب. وتحيه. كتحطوا ان الكفاءه ديال الانسان غاديه مع لا نوط ديال الباك او لا نوط ديال الاجازه. الاجازه حتى هي باش نكونوا واضحين محسوبيه والزبونيه، وزيد عليها باك صاحبي في النقاط وبزاف د الحوايج. كاينين اقليه اللي جابت النقط ديالها بدراع ما غنكذبوش، ولكن الاخرين راه كاينين بين كاين اللي جابها بالنقيل. دونك علاش غادي انا اللي جبتها بدراعي مثلا جبتها نقطه عاديه ما ندوش؟ هذه وحده. حاجه اخرى خاصنا تعرف الدوله ان ولا المغرب بصفه عامه، لا حنا حنا ماشي داك الشعب اللي كان في زمن الرصاص كيخاف من زمن، واخا تجيب لي زمن الرصاص حنا ما كنخافوش منه. هذه وحده. ثانيا، في كل بيت مغربي وكل اسره مغربيه توجد قنبله موقوته من معطل من مهمش مما اغتصبت حقوقه، ولا انفجروا هاد القنبلات هادو اللهيب ديالها غيحرقكم انتوما، اما حنا تحرقنا وتعودنا على هذا الحريق اللي حرقتونا به والموت البطيء اللي غادي. هذا الشيء اللي كنعيشوا الان الشعب المغربي هو الحصاد ديال هذاك الشيء اللي سكتنا عليه شحال هادي. هذا الشيء اللي كنعيشوا هو الحصاد ديال الله يعمرها دار، الحصاد ديال حنا دراوش، حنا الله يعم حنا 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 سكوتيين، حنا ما بغيناش الصداع، حنا ماشي بغينا الصداع، راه حقي ملي كنطالب بحقي راه انا الله يعمرها دار، ملي كنطالب بتوظيف ولا حقي المشروع ولا ادنى كنطالبوا غير بادنى شروط العيش، راه ما كنطالبوش بالمستحيل. الا كنطالب بهذا الشيء فراه انا مواطن صالح. كنقول لهذاك اللي خدا هذا القرار هذا كنقول بالحرف وبالمختصر المفيد، ارحل، سير فحالك، سير رجع للداخليه، هي التوجيه ديالك وهي التكوين ديالك وهي اللي كتعرف اللي كتعرف دير. دمتم ودمنا للنضال اوفياء. ما احنا مازال عندنا محطات اخرى، ومازال عندنا تنسيق مع جميع الفاعلين، لا سواء الحقوقيين ولا النقابيين ولا الطلبه ولا المواقع الاخرى في هذه البلاد هذه الحبيبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.